السلام على حجة الله السغيم، السلام على العز القسعري، السلام على الزناد الوري، السلام على الإمام الحسن بن علي العسكري، ورحمة الله وبركاته. من وصايا الإمام العسكري عليه السلام إلى شيعته: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه من الناس قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك. أما الآن مع كلمة الحفل يلقيها فضيلة الشيخ محمد تركي أمان، فليتفضل محفوفا بالصلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحببت أن أقف على نقطتين في حياة الإمام العسكري سلام الله عليه. النقطة الأولى هو قول الإمام الهادي لابنه العسكري سلام الله عليهما: يا بني احدث لله شكرا فقد أحدث الله فيك أمرا. الداعي للوقوف أمام هذه العبارة لأنها وردت من الإمام الهادي سلام الله عليه، وذهبت الناس فيها مذاهب. بالمناسبة كنت أتصفح على الإنترنت بعض المواقع، رأيت من المواقع ما ينسب إلى الوهابية، وقد شنع علينا من خلال هذه العبارة الموجودة الواردة في كتبنا، وهي واردة فعلا. الذي حملها كثير ومع الأسف من بعض من يكتب ولا يلتفت، وقد سمعت هذا على بعض ألسنة الخطبة، أن هذا نوع من البداء حصل للإمامة. فقد أحدث الله فيك أمرا، أي أحدث فيك الإمامة، لم تكن الإمامة لك فأعطاك الله سبحانه وتعالى إياها، وهذا أمر يقفنا أمام إشكال كبير. والإمام الهادي قالها للإمام العسكري في ظرف موت ابنه محمد أبو جعفر، محمد هو سبع الدجيل، عندما مات رأسا بعد أن انتهى من تجهيزه، جاء إلى ابنه الإمام الحسن العسكري وقال له هذه العبارة، الأمر الذي فهمه الناس وأشبه بقرينة يسمونها قرينة الحال، قرينة الحال تشهد على أن هناك بداء حصل. هذا البداء ما هو؟ هو في نفس الإمامة، وإلا الذي أحدثه الله إلى الإمام العسكري ما هو؟
غير هو ماذا؟ موضوع الإمامة، وخاصة القرينة الثانية الناس كانت تشير وتتطلع إلى ماذا؟ إلى السيد محمد، وتشير إليه بالإمامة، وأصبح أشبه بإجماع عند الأمة وعند الطائفة على أن سيد محمد هو الإمام من بعد الإمام الهادي. لهذه القرائن التي تجمعت فسر بعضهم على أن الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى وإحداثه هو ماذا؟ أمر الإمامة، وهذا شيء بمعنى البداء تماما، في حين إننا نحن كطائفة نروي روايات متعددة في الكافي وغيره، روايات متعددة في كتبنا. هذا الموقع، الموقع السلفي، نقل روايات من ماذا؟ من الكافي أيضا، ناقل روايات من الكافي. مجموع هذه الروايات ولسان هذه الروايات بأكملها هي ماذا؟ هي لسان الوصية من الرسول صلى الله عليه وآله بالأئمة واحد بعد واحد بأسمائهم. الآن شلون نحل هذا التناقض؟ أسماء الأئمة وردت، وتدعي بعض الروايات أنه بساق العرش، والنبي صلى الله عليه وآله ذكر في روايات متعددة أسماءهم. أين البدء؟ أين البدء؟ وهذا أمر قد حسم، أمر قد كتب، فأين البدء في الأمر؟ بعضهم اضطر إلى أنه يشكك في مسألة هذا الحديث، وأن الإمام الهادي أوعز إلى ابنه الإمام العسكري بهذه الكلمة. هذه الكلمة وردت، ولكن أريد نوع شيء من الانتباه. الظرف الذي كان يعيشه الإمام الهادي سلام الله عليه كان يخدمه إخفاء الإمام من بعده، ما كان يصرح به، لأن كانت هناك خطة من السلطة في ذلك الوقت باجتثاث أصله وباجتثاث الإمام من بعد الإمام الهادي. الإمام الهادي مشخص ومعروف أنه الإمام للطائفة، ولكن من بعده لابد أن يجتث، لأنهم يقرؤون على أن زوال دولة بني العباس على يد رجل يخرج من صلب الإمام الهادي سلام الله عليه من قريب. ولهذا كانت هناك خطة استخباراتية موجودة كما كان في عهد النبي موسى عليه السلام، تقصي إلى مسألة من يأتي من بعد الإمام الهادي. فكان في قناعة السلطة إلى أنه إلى أن سيد محمد هو الإمام من بعده. الإمام كان الإمام الهادي كان تخدمه هذه الغلطة، وتخدمه هذه الغفلة، لكي يحفظ الإمام الحق ويحفظ الإمام العسكري من بعده. ولهذا سيد محمد فعلا لما كان يشار إليه بالإمام اغتيل. سيد محمد ما مات موتة طبيعية أو حتف أنفه، وإنما مات في ظرف غامض ولا يعرف، حتى لما تقرأ بالتاريخ الآن في كيفية قتله لا تحصل على إجابة واضحة، وإنما المسلم أنه اغتيل في منطقة بلد خارج سامراء لما كان ماذا؟ راجعا من سامراء إلى المدينة في هذه المنطقة، وكانت هي مناطق مزارع فيها أوقاف وما شابه، وكان هو ماذا؟ يديرها في مزرعته هناك في هذه المزارع. مزارع هي كانت
اغتيل في ظرف الغامض وقتل. عند ذلك السلطة أحكمت خطتها بأن الإمام من بعد الإمام الهادي قد قتل، في بالها وفي ماذا؟ وفي اعتقادها. الإمام الهادي سلام الله عليه من بعد مقتل محمد سيد محمد أشار إلى الإمام ماذا؟ إلى الإمام العسكري، أراد أن يظهره إلى الطائفة. بعد لا يكون من بعد الإمام الهادي الطائفة لا تعرف من هو إمامها، فالذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يحدثه للإمام العسكري هي إظهار إمامته، مو تعيين إمامته. وفرق ما بين الأمرين، فرق ما بين الأمرين. لم يكن هناك إحداث لتعيين الإمامة، وإنما إحداث لإظهار الإمامة. الإمامة ظاهرة في ابنه السيد محمد، الآن ماذا؟ صار واضحا إظهارها إلى الملأ. في ماذا؟ في الإمام الحسن العسكري. هذا هو الإحداث الذي قصده ماذا؟ الإمام الهادي. لا يتبادر إلى ذهننا إلى أن هناك ماذا؟ إحداث في تعيين الإمام، أن الإمام فعلا كانت إلى شخص ثم حدث بدأ إلى شخص آخر. الشكر الذي أراده الإمام الهادي سلام الله عليه في إظهار إمامة الإمام، لأن هذا كان هم عند الإمام الهادي، كيف يشير للأمة بإمامة الإمام العسكري، كان هم، وهذا من وظائفه. فلما مات سيد محمد صار الأمر ماذا؟ ظاهرا، وصار الأمر واضح، واطمأن على الطائف أنها لا تنقسم من بعده، وأن تهتدي إلى إمامها الحق. الإمام الصادق مات ماذا؟ بغصته، وصار هناك انشقاق في الأمة إلى الآن، إلى الطائفة إلى الآن في تعيين الإمام من بعده. ما استطاع أن يشير للإمام الحق إلا للخواص جدا، إلا للخواص. تدري في وصية الإمام الصادق أنه أشار إلى أبي جعفر المنصور بالإمامة حتى يخفي هذا الأمر، ما اهتدى إلى الإمام الحق إلا الخواص الشيعة، وجملة من ماذا؟ من الشيعة أشاروا إلى إمامة إسماعيل، وبعضهم من وقف على إمامة الكاظم، وحصلت لنا مذاهب الأفطحية والإسماعيلية وما شابه. إمام الهادي كان متخوف تماما على أن يحصل انقسام وانشقاق للطائفة في مسألة الإمامة من بعد موت السيد محمد. من هذه الناحية، من هذه الحيثية، فرج. إن كانت هي غصة من حيث الفاقد، لكن أنه من حيث اتضاح المفهوم للأمة كانش ماذا؟ فرج. وكفي الإمام الهادي في تعيين الإمام من بعده، والسر عرفناه بأنه لم يشر إلى الإمام العسكري سابقا، لأن الإمام كان يخفيه لكي لا يتعرض. وفعلا لما ظهر سيد محمد كان ظاهرا أنه الإمام اغتيل، ولا كان الاغتيال إلى ماذا؟ إلى الإمام العسكري، الإمام الحق. كان هناك ماذا؟ إخفاء حقيقي إلى الإمام العسكري. ما إن مات الإمام الهادي سلام الله عليه الأمة فزعت الإمام العسكري. لما انفزعت الإمام العسكري أصبحت هناك ماذا؟ المطاردة إليه والإحاطة. بقي الإمام الهادي تحت الإمام العسكري تحت إقامة جبرية، لا يتحرك أبدا.
كان هناك التتبع حتى إلى ولده، يتفحص حتى على جواريه وعلى نسائه، أي جارية أي نسب أي امرأة من نسائه قد حبلت، صار هناك تتبع إليه دقيقا. من هنا انتقل إلى ماذا؟ إلى النقطة الثانية في حياة الإمام العسكري سلام الله عليه، وإن أطلت لكن لا بد من ذكرها. الإمام العسكري سلام الله عليه في هذا الظرف كيف كان يتصل بالأمة؟ هو الإمام والمسؤول عن هذه الأمة. خلني التفت إخواني وطالب في أفراد الطائفة قراءة حياة الإمام العسكري قراءة دقيقة. لماذا؟ لماذا؟ لأن فيها برامج عملية إلى الغيبة الكبرى. هو زماننا، زماننا فيها برامج عملية إلى ماذا؟ إلى الغيبة الكبرى. طبقها هو وفعلها هو وجعلها سنة وطريقة تتبع. اختفاء الإمام وابتعاد الإمام عن الأمة بدأ من الإمام الهادي سلام الله عليه، مو من الإمام العسكري، من الإمام الهادي. الإمام العسكري كان ماذا؟ كان محار تحت إقامة، نعلم هو في وين؟ في سامر. ما التقى كل الأئمة لا أقل أنه شط من حياتهم، التقوا بماذا؟ بعموم الناس، كانوا في المدينة شطر من حياتهم، كانوا في المدينة، ثم بعضهم ذهب إلى طوس وبعضهم ذهب إلى سامر. إلا الإمام العسكري سلام الله عليه، عندنا رواية أنه ولد في سامراء، التي تقول بأنه ولد في المدينة ذهب إلى سامراء عمره سنتين. أبدا كان حتى في ماذا؟ في حياته الأولى مبعد، ما التقى بأحد. الإمام العسكري كان ماذا؟ معزول عن الأمة. قل البرنامج العملي، وهذا حياته، وهذا ما نعيشه في ماذا؟ في الغيبة الكبرى. ما التقينا بالإمام وما رأينا، فكان ماذا؟ يدلنا على موقف عملي. الآن احنا شلون نلتقي بالإمام؟ كيف نأخذ ديننا؟ وكيف نأخذ أمورا؟ إلى من نفزع؟ إلى من نفزع؟ درب الأمة الإمام العسكري في ذلك الوقت، وهو الذي فعل أمر ماذا؟ الوكالات. الإمام التقى بالأمة عن طريق الوكالات، عن طريق الوكلاء، فعلى أمر ماذا؟ الوكلاء، الأمة تفزع إلى الوكيل، والوكيل لماذا؟ يتصل بالإمام، والوكيل كالأصيل. فكانت الأمة تفزع إلى ماذا؟ إلى الوكلاء. كانت تعطيها الأمة، تعطي الوكيل المسائل، يرجع هو بهذا بالإجابة، تدفع له الحقوق الشرعية. همومهم قضاياهم كانت ترفع إلى الوكلاء، والوكلاء يرفعونها إلى الإمام العسكري. لكن كان يتصلون بالإمام العسكري في خطط كانت أن تذهب فيها الأرواح بصعوبة جدا. يأتي الوكيل كبائع يبيع على الناس، ويدخل بيت الإمام العسكري كإنسان يبيع بضاعة، متخفي، ويتصل بالإمام ويأخذ منه الإجابات ويذهب بها بهذا الظرف القاسي. وما أوجد الإمام العسكري عذر للأمة بأن تتصل بإمامها أبدا، لأن الاتصال بماذا؟ بالوكيل، كما قلنا اتصال بماذا؟ بالأصل. نحن نتطلع إلى خروج الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكن
الاتصال بالإمام القائم هو اتصال عن طريق ماذا؟ الوكلاء. الوكلاء الآن في هذا الزمن هم المراجع العظام. كان الشيعي حتى التقائه بالوكيل يحصل ما يحصل من الصعوبة. الآن نحن اتصالنا بالوكيل أسهل ما يكون عن طريق أزرار، ونتصل بالوكيل ونأخذ منه ديننا، معالم أمورنا ومعالم الدين. ماكو هناك حجة أبدا. أن نتصل بالوكيل اتصال مباشر، الوكيل له وكلاء أيضا، والأمر ماذا؟ منتشر وبسهولة كما هو واضح عندنا. لا يوجد عندنا حجة أبدا بأن ماذا؟ بأننا محجوبون عن الإمامة، عن الإمام. هذه ماذا؟ هذه الطرق التي وضعها الإمام العسكري سلام الله عليه هي كفيلة بأن تكون ماذا؟ برنامج إلى الأمة في كل زمان. في ذاك الزمان فعلت بذلك الظرف القاسي، الآن أولى أن تفعل أخواني. فاتصلنا بقاعدتنا الإمامية عن طريق الفقهاء، وما نرتضي هناك بديل. عندنا من الفتن تخرج في آخر الزمان من الدعوة المهدية وغيرها، والأمر يطول في ذلك. وما أريد بعد أقف أكثر من هذا، أكثر من أن يكون هناك ماذا إشارة، ولكن أكرر وأقول بأن الأمة كإحنا كأفراد علينا أن نقرأ حياة الإمام العسكري هي قراءة دقيقة فيها من البرامج العملية التي فعلها الإمام العسكري عليه السلام إلى الأمة. كل هذه الأمور المفعلة في حياة الإمام العسكري هي ماذا؟ هي خطط لالتقائه بقاعدته، وهي ماذا؟ وهي صالحة إلى زماننا، وهي البرامج التي ماذا نفتقدها في حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. نشكر سماحة الشيخ على مشاركته القيمة، ونتمنى له كل الموفقية والسؤال.